هل يسمح بدخول السجائر إلى المسجد أثناء الصلاة؟ عند من يقول إنها نجسة، نعم لا يجوز إدخالها إلى المسجد، ومن يقول إنها ليست بنجسة طالما أنها أشياء محرمة لا تدخلها المسجد أبدا، ضعها في السيارة أو ضعها عند النعال، ولو تتركها بعد هذا الأصل أن تترك التدخين، صلى الله تبارك أن يتوب على الجميع. فالقصد أن لا ينبغي الإنسان أن يدخلها إلى المسجد، والله المستعان.